في الفلسفة العامة، واحنا علشان نحقق الديمقراطية الحقيقية ده معناه ان لابد ان يكون هناك توازن بين السلطات وفصل تام بينها، ويكون زي ما قال استاذنا الدكتور جابر ان يكون لكل سلطة مسؤولية عليها حساب. في الديمقراطية الحقيقية لابد ان يكون هناك حرية الحصول على المعلومات، ولابد ان يكون لا يكون حبس الصحفيين واي مواطن بسبب رأيه. في العدالة الاجتماعية لابد ان الحقوق الاساسية للمواطن تتضمن يتم تضمينها كالتزامات للدولة وليست نصوص عائمة، والحقوق الأساسية كالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل والحق في الأجر العادل والحق في التأمين الصحي، كل هذه حقوق لابد على الدولة أن تلتزم، حق في السكن لابد أن تلتزم بتحقيقها. تحقيق العدالة الاجتماعية مرتبط بحد أقصى وحد أدنى للأجور تلتزم الدولة بتوفيرهم في موظفين الدولة وفي قطاع الأعمال العام، بما يضمن أن يكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية. من أهم ما توصلنا إليه حتى هذه اللحظة، وأنا كمقرر مساعد في لجنة نظام الحكم لكني مطلع على المجهود اللي بيحدث في باقي اللجان المختلفة، حتى لجنة الحوار المجتمعي اللي بتستمع لآراء المواطنين، أقدر أقول إن أنا عندي 15 نقطة تخليني أتفائل أن النص الدستوري القادم سيكون هو الأفضل في التاريخ المصري إن شاء الله. من أول واحد، أن في ديباجة الدستور سيتم النص على أن هذا الدستور هو انعكاس لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. رقم 2، تم النص في المسودة الأولى اللي هتظهر إن شاء الله بعد العيد على أن التعدي على الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقاضي. رقم 3، النص على تجريم التمييز بكل صوره. رقم 4، النص على تجريم الاعتداء على مياه النيل. رقم 5، حق المواطن في الحصول على المعلومات، وتم تأكيد إجراءات في هذا الأمر حتى تصبح المعلومات متاحة لكل مواطن. التزامات واضحة للدولة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وده واضح جدا في باب الحقوق والحريات فيما يتعلق بالحق في الصحة والتعليم والسكن والأجر العادل، كل هذه الأمور منصوص عليها كالتزامات على الدولة. رقم 7، إلغاء حبس الصحفيين أو أي مواطن بسبب رأيه، لا حبس احتياطي ولا حبس في العقوبة. رقم 8، فيما يخص هيئة الشرطة، تم إلغاء أن الشرطة رئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية، وأصبح النص أن الشرطة هيئة مدنية ولا أهل الشعب وهي في خدمته، وتلتزم بالمواثيق الدولية وبأحكام الدستور وباحترام حقوق الإنسان. هذا النص الذي جاء كمقترح من هيئة الشرطة نفسها وتم الموافقة عليه في لجنة نظام الحكم بعد بعض التعديلات، فيخرج ليؤكد أن هناك عقيدة جديدة جاءت إلى الشرطة بعد 30 يونيو وبعد كل هذه الأحداث التي حدث فيها حالة من الوحدة بين الشعب وقوات المسلحة ومؤسسة الشرطة. رئيس مجلس النواب في المسودة اللي احنا مقدمينها ليس له أن يشغل منصبه أكثر من دورتين متتاليتين، دورتين تشريعيتين متتاليتين، وبالتالي ما يجيش شخص يسيطر على المنصب زي ما شفنا قبل كده ويبقى على مدار أجيال وأجيال حتى يكون هناك يعني فرص أخرى لأجيال جديدة. توازن الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وضعنا في باب نظام الحكم أن كثير من القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية لابد لها من التوقيع المجاور لرئيس الوزراء، أي أن يكون الأمر بعد موافقة رئيس الوزراء كإعلان حالة الطوارئ، يعني إذا أراد رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ سيتم هذا الأمر بموافقة رئيس مجلس الوزراء اللي هو جاي من الأكثرية البرلمانية، وبالتالي احنا أشركنا البرلمان وأشركنا رئيس الوزراء في قرار اتخاذ الطوارئ. هناك قرارات أخرى رئيس الجمهورية يتخذها بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي هناك حالة من التوازن بين الصلاحيات. في المحليات وضعنا مقترح أن يكون ربع عدد المقاعد للشباب وربع عدد المقاعد للمرأة من أجل أن يتم نوع من المشاركة الحقيقية للفئتين دول المرأة والشباب داخل المحليات، اللي أعطينا للمحليات حق الرقابة وحق الاستجواب حتى للمحافظ وصولا إلى سحب الثقة من المحافظ بعد موافقة مجلس النواب. تم النص على تحريم التهجير القسري، تجريم التهجير القسري. تم النص على أن الأجهزة الرقابية يعين رؤسائها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
حتى يكون هناك استقلال بين الأجهزة الرقابية وبين السلطة التنفيذية اللي هي بتراقب عليها، وبالتالي يكون لمجلس النواب دور في الموافقة على اسم رئيس الجهاز الرقابي من أول جهاز المركزي للمحاسبات إلى كل الأجهزة الرقابية اللي موجودة. هناك اقتراح حتى الآن ما زال لم يحسم داخل لجنة نظام الحكم وأنا متحمس له، هو تقنين الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة في حال أن يكون رئيس الجمهورية حنث بالقسم أو لم يحترم أحكام الدستور. وآليات هذا الاقتراح أن يقترحوا تلت أعضاء مجلس النواب ويوافق عليه التلتين، ثم يتم الدعوة إلى استفتاء شعبي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فإذا وافق الشعب على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تجرى الانتخابات، وإذا لم يوافق يعد البرلمان منحلا حتى لا يتم استخدام هذا الحق في نوع من التعسف. ايضا الاقتراح الموازي له هو او اللي المفروض يبقى موجود معاه، ان هو اذا كان لرئيس الجمهوريه حق في حل البرلمان فلابد عرض الامر على استفتاء شعبي، واذا جاءت نتيجه الاستفتاء لصالح الرئيس يحل البرلمان، واذا جاءت العكس يعد الرئيس مستقيلا. لكن هذا الامر لم يقرر حتى الان داخل لجنه نظام الحكم، ما زالت المناقشات مستمره فيه، وان كنت متبني هذا التوازن حتى لا يطغى البرلمان على الرئيس ولا يطغى الرئيس على البرلمان. واذا كنا بنعطي صلاحيات للبرلمان في اختيار رئيس الحكومة وفي محاسبة وسحب الثقة منه، أيضا هناك صلاحيات على الرئيس يحاسبه عليها البرلمان إذا انتهك أحكام الدستور وإذا حنث بقسمه أو بوعوده الانتخابية. وده يعني مختلف عن فكرة الخيانة العظمى، لأن لها إجراءات أخرى كما هي موجودة في كل الدساتير مثل دستور 71.